هقول لك ايه ولا ايه؟ فرش عمره ما دخل الصعيد قبل كده. ايوه، مكتبه جديده واوضه نوم جديده، كله فرنش. كم درفة؟ 6. وفي حمام مستقل؟ طبعا، والحمام فيه فاريو كمان. طب يا سيدي مبروك عليك. ده كلام، اسمع، مبروك علينا. اه صح، مبروك علينا. صوتك ماله؟ لما تكوني جايه من النوم ولا زعلانه؟ لا لا، يعني مش عارفة، تقدر تقول متوترة كده شوية. قلقانة من ايه؟ يعني السفر بكرة، وكل ما ميعاد السفر بيقرب بحس اني متوترة. يا خديجة، انت مسافرة الصعيد، ولعلمك الصعيد ده جوه مصر. مش قصدي، عارفة والله. والله اقسم لك بالله انك هتعيشي معانا مبسوطة ومستريحة، ولا هتحسي بالغربة. عارفة طبعا. مش مطلوب منك غير حاجة واحدة بس، انك تحبيني وتقوليها. خلي صدري ينشرح. تصبح على خير. برضو عايزة تبلي ريقي. تصبح على